أهلا بكل حضراتكم في تغطية خاصة بأحوال الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا مدن القلعة. والمزيد من التفاصيل عن حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة معانا الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذه منى، واهلا بكل الساده المتابعين، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. ويعني خليني اقول لحضرتك انه بكره بدايه فصل خلاص الصيف بشكل رسمي، عايز اعرف تفاصيل اكتر من حضرتك. فعلا غدا تحديدا هو 21 من شهر يونيو، وهو بدايه فصل الصيف من الناحيه الفلكيه ومن الناحيه الجغرافيه. بالفعل فصل الصيف في مصر معروف بارتفاع درجات الحراره، وهو فصل الاستقرار، وبالتالي ايضا بيكون معاه ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. لكن دايما بنقول ان بدايات الفصول ونهاياتها من الناحية المناخية مش شرط ابدا انها تتزامن مع البداية الفلكية. يعني غدا تحديدا الطقس هيبقى اشبه للطقس الربيعي بشكل كبير، الاجواء هتكون غائمة بشكل جزئي بسبب وجود بعض السحب على العديد من مناطق الجمهورية زي السواحل الشمالية، محافظات القاهرة الكبرى، الوجه البحري. في بعض الاحيان السحب دي ممكن تنتقل لمناطق من محافظات شمال الصعيد. عفوا. اتفضل. كمان غدا تحديدا ويوم حتى يوم الخميس مستمرين في الانخفاض الطفيف في درجات الحراره اللي بنشهده الحقيقه منذ بدايه الاسبوع الحالي. صحيح. يعني هتستمر درجات الحراره في حدود ال 33 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هتصل ل 35 على شمال الصعيد، في حين ان المدن الساحليه تكون درجات الحرارة عليها أقل بشكل كبير، بتكون ما بين 28 ل 29 درجة مئوية. كمان مع وجود السحب اللي أشرنا إليها، في فرصة اليوم تحديدا لتساقط الأمطار الخفيفة والغير مؤثرة على مناطق من المدن الساحلية، بتمتد في بعض الأحيان لمناطق من الوجه البحري، أيضا بتمتد لمناطق من شرق القاهرة الكبرى تحديدا، وكلها طبعا أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما. لكن فكرة وجود أمطار ومع سحب مع نشاط رياح وإن كان محدود خلال هذا التوقيت من العام، ده طبعا دليل واضح على اعتدال الأجواء وإنها أجواء ربيعية بشكل كبير. ومستمر معنا بكرة طبعا درجات الحرارة بنفس المقدار ما بين 33 ل 32 درجة مئوية، مع تكون السحب مع فرص الأمطار فقط، لكنها تكون خفيفة ومحصورة على السواحل الشماليه الشرقيه للجمهوريه زي الصعيد ودمياط وشمال سيناء. لكن بوجه عام مساله وجود زي ما قلنا وجود الامطار مع السحب مع نشاط الرياح اللي بيستمر حتى نهايه الاسبوع الحالي على العديد من المناطق، وان كان نشاط محدود وغير مثير للرمال والاتربه، الا ان كل العوامل دي مجتمعه مع بعضها دليل على اعتدال الاجواء وانه طقس ربيعي بشكل كبير. طيب لما اتكلم يا دكتور عن بداية الصيف يبقى كمان لازم اتكلم عن ارتفاع نسب الرطوبة، هل ده هنشهده خلال هذه الفترة؟ يعني عاوزين نقول اننا بالفعل الفترة دي بنلاحظ في ارتفاع في نسب الرطوبة عن الفترات الماضية. صحيح. بسبب ان مصادر الكتل الهوائية بدأت تجي لنا من على البحر المتوسط، مع امتداد ايضا منخفض الهند الموسمي، وهو المنخفض المعروف، وهو كتلة هوائية كبيرة جدا هي دي اللي بتأثر علينا طوال فصل الصيف تقريبا او اغلب فترات الصيف. بدأ بالفعل نحس بآثاره، بدأت الامتدادات المنخفضة تأثر علينا الفترة دي، لكن ذروة نسب الرطوبة واعلى نسب رطوبة بنشهدها بتكون طبعا في شهر 7 وفي شهر 8، مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص الأمطار على اغلب مناطق الجمهورية. يعني نقدر نقول ان ذروة فصل الصيف ان شاء الله هتكون في شهر 7 وشهر 8 ان شاء الله يا دكتور. طيب هل في اي مؤشرات عن اجواء العيد؟ يعني نقدر نقول لحد دلوقتي وان كانت المده بعيده شويه، الا ان الاجواء هتكون في حدود ال 34 ل 35 درجه مئويه، يعني ان شاء الله مش هيكون في ارتفاع كبير او ارتفاع واضح في درجات الحراره، لكن ممكن الاجواء تكون مشمسه اغلب ساعات النهار، ده هيدينا احساس بارتفاع درجات الحراره بشكل اكبر.
كمان زي ما قلنا كل ما تقدمنا في الوقت نسب الرطوبة هتبدأ تزيد، كل العوامل دي هتخلينا نحس بارتفاع درجات الحرارة وبحرارة الطقس. يمكن كمان خلال فترة العيد، وده اللي بتشير إليه الخرائط حاليا اللي ممكن تتغير، لكن بتشير إن خلال فترة العيد هيكون في هدوء في سرعات الرياح، وكل العوامل دي مع بعضها هتخلينا نحس بدرجات الحرارة أعلى من اللي بنحس بيها الفترة الحالية. أعلى يا دكتور، يعني متوقع زيادة في درجات الحرارة؟ يعني مش هتبقى كبيرة. احنا دلوقتي لو اتكلمنا، لو القاهرة اليوم وبالأمس سجلت 32 درجة مئوية، فدي أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي درجتين. لكن ممكن أثناء فترات العيد نعود مرة أخرى للمعدلات الطبيعية، لكن طبعا خلال فصل الصيف دايما مش بنبص لدرجات الحرارة المسجلة فقط، لا، في عوامل كتير جدا بتفرق على إحساس بحرارة الطقس، سواء كانت نسب الرطوبة، سواء سرعات الرياح، وأيضا المصادر اللي بتهب منها الرياح. كل دي عوامل بتخلينا نحس الجو على بعضه، هل هو جو معتدل، هل هو جو شديد الحرارة ولا حار. طيب قولي دكتور، هل من المتوقع أن يكون هذا الصيف شديد الحرارة، أو المعدلات هتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، ولا هيكون يعني الأجواء طبيعية خلال هذه الفترة؟ تمام، خلينا نتكلم عن النقطة دي تحديدا بشكل يعني شوية. تفضل. بالنسبة لمسألة التنبؤات الموسمية والفصلية على مستوى العالم، احنا عندنا هنا في مصر تحديدا في جزء مختص بالتنبؤات الموسمية والفصلية، طبعا بيجري أبحاث ودراسات وبناء على رقابات علمية وتوقعات علمية، فبيشير حتى الآن إن صيف هذا العام إن شاء الله هيكون حول المعدلات الطبيعية وفي الظروف المناخية المعتادة لفصل الصيف في مصر، اللي هي أهم رسماتها بتكون ارتفاع في درجات الحرارة، استقرار في الأحوال الجوية، هدوء في سرعات الرياح أغلب الأيام، وبالتالي ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، وفي بعض الأيام بنشهد بعض الموجات شديدة الحرارة لكن مش بتستمر طويلا، وبنعود بعدها لدرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية. لكن نتكلم بشكل تاني وعلى مستوى العالم، إن مسألة التنبؤات الفصلية والموسمية دقتها لا تتجاوز 20-30% على كل حال، وطالما دقة التنبؤ لم تتجاوز 50% فبالتالي احنا مش بنعتد بيها. ده مش في مصر بس، ده معمول بيه في كل دول العالم، لان مسألة التنبؤات الموسمية هي دلوقتي الشغل الشاغل لكل باحث الأرصاد الجوية على مستوى العالم، واحنا بنطلع بشكل دائم بالاشتراك مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في كل ما يخص هذا الشأن او هذا المجال تحديدا من الابحاث او الدراسات، وبنساعد في ده، وفي حالة اي جديد طبعا بيكون على اطلاع بيه وبنطلع لحضراتكم. طيب قولي يا فندم، ايه هي المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة خلال الفترة الحالية؟ المعدلات الطبيعية في مصر بالنسبة للقاهرة الكبرى بناخدها كمؤشر اساسي من حيث درجات الحرارة، بتكون ما بين 35-36 درجة مئوية. المعدلات دي بتقل كل ما اتجهنا شمالا في اتجاه محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وبترتفع حتى 40 درجة مئوية كل ما اتجهنا جنوبا لمحافظات جنوب الصعيد. كمان نسب الرطوبة ما نقدرش نهملها من حيث معدلاتها الطبيعية، بتكون أعلى نسب رطوبة بيتم تسجيلها بتكون على المدن والمحافظات الساحلية، وبتقل تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا، علشان تكون أقل نسب رطوبة بيتم تسجيلها في فصل الصيف على محافظات جنوب الصعيد. وبالتالي خلال فصل الصيف بنلاقي أعلى درجة حرارة بيتم تسجيلها سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار على محافظات جنوب الصعيد، في حين إنها بتسجل أقل نسب رطوبة سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل، في حين إن المدن الساحلية بيكون عليها أقل درجة حرارة على مستوى فصل الصيف وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل، لكن طبعا نسب الرطوبة مرتفعة بتصل في بعض الليالي ل 90% و100%، ودي طبعا نسبة كبيرة جدا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلومات حضرتك القيمة دايما. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم عن حالة الطقس، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى، كنت معكم أنا منى يحيى.